أكدت معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زين رئيسة مجلس النواب الحرص النيابي على دعم المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وفقا للممارسات الدستورية والقانونية والاحترام المتبادل بين الجميع وتعزيز التعاون مع الحكومة الموقرة ومجلس الشورى الموقر لتحقيق تطلعات الوطن والمواطنين. أشارت معالي رئيسة مجلس النواب خلال اجتماع هيئة المكتب أن السادة النواب سيواصلون العمل بروح الفريق الوطني الواحد لدعم وتنفيذ ما جاء في الخطاب السامي من مضامين رفيعة ورؤى حكيمة ومشاريع رائدة، وأن الغاية النبيلة لدى الجميع هي خدمة الوطن ومستقبله. وخلال الاجتماع استعرضت هيئة المكتب قوائم ترشيح أصحاب السعادة النواب لعضوية لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي واللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية لمملكة البحرين ولجان المجلس الدائمة.